أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الثلاثاء 10/5/2016، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد بعض السحب على وسط وشمال الخليج العربي. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد مرتفع جوي شرق الدولة، مع وجود امتداد لمنخفض جوي وسط وشمال شبه الجزيرة العربية. تصاحب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. والطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، وتزداد رطوبة نسبية خلال الساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أوائل الأربعينات، الداخلية وسط الأربعينات، وأخيرا الجبلية أوائل الثلاثين درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج ومناسب لجميع الأنشطة البحرية. كذلك الحال في بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج ومناسب لجميع الأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، شكرا وفي أمان الله.